حياكم الله إلى حلقة جديدة متجددة من برنامجكم اليومي من أجل الكويت. عزيزي المشاهد، تأثيرات سلبية لبرنامج الواتساب في شبكات الاتصال وموقع أيضا الفيسبوك وموقع أيضا التويتر في مواقع التواصل الاجتماعي وسوء الاستخدام لهذه المواقع عادة يرتبط بتجاوز الأخلاقيات والقيم التي جبل عليها المجتمع، كما أن الإشاعات المغرضة تكون أكثر تأثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى كيفية توظيفها توظيفا إيجابيا. لمزيد من الأضواء على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور فهيد الدحاني، عضو هيئة التدريس في كلية الشرطة سابقا والمحامي أمام الدستورية والتمييز. قبل أن أبدأ مع ضيفي أعود إليكم بعد هذا التقرير. مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي تكتسب أهمية كبيرة، إذ أصبحت شهرتها واسعة وكثر التعامل معها بين الناس، حيث يتواصلون عبر هذه المواقع للتعرف على بعضهم ومعرفة أخبار بعضهم البعض وإرسال رسائل وتلقي الأخبار والموضوعات وكل ما هو جديد في الساحة. هذه المواقع والبرامج لا توجد لها ضوابط ولا توجد وسائل أو طرق محددة يتقي منها المستخدم السيء التي قد تصل إليه عنوة، أو حتى لا يوجد منهج محدد لإفادة الغير في الاتقاء من هذه الشرور. انتشار برامج التواصل الاجتماعي بشكل كبير أثر على حياة الناس عموما، سواء بشكل سلبي أو إيجابي. يقابل ذلك إن أغلب البحوث والدراسات في مجال الإعلام ربما تتسم بالندرة وتتعاطى مع الإعلام الجديد بشكل عام وكتلة واحدة، ومن هنا فإن وسائل الاتصال الحديثة قربت بين الأشخاص المتباعدين جغرافيا وجعلت العالم يبدو بحق كقرية صغيرة من حيث سهولة التواصل وتبادل المعلومات والخبرات. وإن كانت هذه القرية الصغيرة اتصالا، لا تزال عالما متنائيا متنافرا أفكارا وقيما. لكن المفارقة المدهشة في ثورة الاتصالات أنها قربت المتباعدين وأبعدت المتقاربين، وجسر التواصل محبب وسهل في العالم الافتراضي ومع الأشخاص الإلكترونيين، لكن حاجز الفرقة والانعزال للمقربين مكانيا في ذلك العالم الحقيقي الممل التقليدي الذي لا تديره الكليك وليس فيه خيارا الظهور دون الاتصال. حياكم الله من جديد مشاهدينا، نبدأ حلقتنا مع دكتور فهيد الدحاني. دكتور حياك الله معنا في حياك الله برنامجك من أجل الكويت. استمعت إلى التقرير دكتور، لب الموضوع عن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الآن ليست جزء بقدر ما هي كل من حياتنا. لا أحد يستطيع في الكويت أن يستغني عن هذا التواصل الاجتماعي، قربت البعيد وبعدت القريب. أنت الآن من ناحية قانونية، من ناحية أيضا تربوية أسرية، مراقب محلل دكتور، كيف تفسر انتشار برامج التواصل الاجتماعي؟ أولا أنا سعيد جدا في الوجود في تلفزيون الكويت وفي برنامج من أجل الكويت، وكلنا نعمل من أجل الكويت. أجهزة التواصل الاجتماعي الحديث وتطبيقاتها المختلفة مرتبطة في الثورة التي تشهدها عالم الاتصالات، وما أنتجت لنا من أجهزة حديثة مختلفة وتطبيقات تقنية حديثة مرتبطة بها، فضلا عن سهولة استخدام هذه الأجهزة. أصبحت الآن في متناول يد الجميع، سواء من حيث أسعارها أو من حيث إمكانية الوصول لها. أضفت على حياة الناس بعد جديد، مجال جديد، فتحت نوافذ جديدة للناس. لذلك بالفعل هناك إقبال على هذا الأمر، أو خلنا نقول بأسلوب آخر يعني تفاعل ومواكبة لهذا التطور الهائل في عالم الاتصال اللي أثر علينا طبعا سلبا وإيجابا حتى نكون يعني منصفين. لا شك أن دخول هذه الأجهزة في حياتنا واستخدامنا لها أستاذ مطر هو سلوك إنساني. هذا السلوك قد يكون إيجابي بحيث نحسن استخدام هذه الأجهزة وهذه التطبيقات المرتبطة فيها، وقد يكون سلوك أيضا للأسف الشديد سيء، وفي يعني في مجال آخر يجب أيضا على المجتمع بكافة. ما الذي يفصل السلبية والإيجابية؟ الآن أصبحت هي بمثابة سلاح بأيدي الأفراد. الثقافة القانونية التي تحكم بطريقة استخدام الأفراد لهذا السلاح
إنجاز التعبير سلاح، أنا أقول لأنه له خطور، له تبعات قانونية، وبالمناسبة اليوم صدر القانون، قانون الجرائم الإلكترونية. لن نتحدث عن جرائم القانونية دكتور، إن هناك أيضا قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر القديم، لكن الآن هو سلاح خطير بيد أفراد. إلى أي مدى الثقافة القانونية سائدة في مجتمعنا الكويتي؟ هذا هو الأمر اللي نحاول الآن، ويحاول معي كل الأخوة المشتغلين في مجال القانون، نحاول قدر المستطاع أن نوجه المجتمع، أن نوعي المجتمع، نرفع من مستوى الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع في هذه الجوانب. لأن من التطبيقات العملية أمانة إحنا شهدنا الكثير وقعوا في مشكلات قانونية كبيرة، وتطالعنا الأخبار والصحف والمواقع، بل وتطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي نستخدمها يوميا في هذه المشاكل اللي يعاني منها الآخرين نتيجة يعني الانحراف في السلوك والانحراف في سوء استخدام هذه الوسائل. هذه الحرية أستاذ مطر هي حرية مسؤولة، يجب على الجميع أن يفهم ذلك. هذه الحرية هي حرية مسؤولة، استخدامك لهذه الأجهزة يجب أن يكون في ضوء في حدود القانون، في حدود القانون وفي حدود ما يفرض عليك مجتمعك من قيم وأخلاقيات يجب عليك مراعتها. كذلك كلنا مسؤولين، كلنا، كل الأخوة وكل من يسمعني الآن هو مسؤول في هذه المشكلة وفي كيفية مواجهتها. احنا كلنا في مركب واحد، وكلنا تحت سقف واحد، كلنا يجب أن نحافظ على هذا المركب وهذا السقف، لأن لو غرق المركب لا سمح الله، أو سقط السقف لا سمح الله، الكل سيتضرر. هذا السلوك الإنساني الآن في استخدام هذه الوسائل يشوبه ما يشوبه، الجميع متفق على ذلك، ولا أعتقد أن هناك أحد يخالفنا. ما هي الملاحظات الرئيسية دكتور على مواقع التواصل الاجتماعي السلبية؟ نعم، يعني احنا بحلقتنا اليوم دكتور نحاول قدر الإمكان أن نعالج المسألة، يعني لا نطرح الموضوع، لا بنطرح ونعالج أيضا على سبيل يعني مناقشتنا لبرامج التواصل الاجتماعي، لأنها خطيرة أيضا على الأفراد. يعني مثلا في هذه الأيام بالذات، في هذه الأيام بالذات لدينا أو رصد المجتمع معي الكل رصد انتشار الإشاعات. معروف أن الإشاعة موجزة وسهلة النقل من شخص إلى آخر، ومع توافر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث أصبح نقلها أسرع وأسرع، وجروبات بعد الحين، والجروبات الآن ومواقع لكل شخص الآن ولله الحمد في هذا الفضاء وهذه الحرية في بلدنا، الكل قاعد يستخدم هذه صغيرا وكبيرا، الكل قاعد يستخدمها بلا استثناء، حتى أصبحت بيوتنا عبارة عن محطات إرسال واستقبال. أي بيت الآن من بيوتنا كله عبارة عن محطة، يعني أصبحت الناس كلهم إعلاميين دكتور. كل الناس أصبحنا نزاحمكم في عملكم الإعلاميين، أصبح الكل يعرف الآن كيف يركب الصور، أصبح الكل يعرف كيف يعلق عليها. بس الفرق دكتور أن إحنا عندنا الوعي، ما أقول هالكلام مدحا، لا، أنا أقول بالأجهزة الرسمية تملك الوعي، لكن بعض الأفراد ما يملك الوعي. أنا أعطيك مثال صغير، قضية تفجير الإمام الصادق المسجد. بعد القضية صارت تبعات سلبية، الناس أصبحت من كيف تسجل وتبث أخبار مغرضة وإشاعات غير صحيحة، والناس تتنقلها من شخص إلى شخص، من واحد إلى مليون توصل، وبالتالي الناس ما تملك الوعي بأن هذه الإشاعة لها تأثير سلبي على الناس وعلى فزع الناس وعلى أمن واستقرار البلد. لذلك إحنا ننادي في هذه الأيام، يعني وبعد هذه الحوادث اللي مرت علينا واللي أثبت فيها الشعب الكويتي وعيه، يعني حتى نكون صادقين ومنصفين، الشعب الكويتي أثبت أن شعب مثقف وشعب واعي وشعب قادر في الأزمات على أن يعني يواجهها، وهذا ليس يعني مجاملة، لكن إحنا مرت. أنت تقصد ردة فعل الشعب الكويتي على قضية التفجير الإرهابي؟ نعم، ردة فعل الشارع الكويتي سواء كان في الحادث الأخير أو في غيره من الحوادث الإقليمية اللي حوالينا، الشعب الكويتي ولله الحمد شعب واعي، شعب قادر على أن يتحكم بعواطف، الشعب مترابط متماسك، احنا كلنا طيف واحد، وهذا امر يعرفه القاصي والداني، ولفتنا انتباه المجتمعات الاخرى اللي رصدونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ايضا هم تفاعلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورصدوا هذا هذه اللحمه الوطنيه اللي مرينا احنا فيها، وهذه ما هي غريبه علينا ابدا، ولكن
احنا كاعلاميين كقانونيين كمسؤولين في المجتمع مو دائما نراهن على هذا الامر، لازم يكون لنا خططنا، لازم يكون لنا برامجنا، لازم تكون لنا ادواتنا العلميه، لازم تكون لنا اجهزتنا الخاصه في هذا الامر، والمجتمع دائما يحتاج منا ايضا يحتاج منا الى المعلومه، لان الاشاعه لا تنمو الا مع الغموض. إذا زاد الغموض وعدم الشفافية زادت الوتيرة الإشاعة في المجتمع، وبالتالي نملأ هذا الفراغ دكتور قضية نتفاعل جميعا. الكل مسؤول، الكل في هذا المركب وتحت هذا السقف، الكل مسؤول، لازم إحنا كلنا نعمل، لا ننتظر دائما نعلق على شماعة الأجهزة الرسمية. وأنا هنا لست في طور الدفاع عن الأجهزة الرسمية، لكن إحنا يجب أبعد من ذلك. أنا بقول والله مثل قضية نفس الإرهاب، يعني مثل إرهاب ظاهرة عالمية أيضا. نعم. الإشاعة سلوك بشري ظاهرة عالمية تتعدى الحدود، يعني قد تأتي إشاعة من بلد يعني قريب على الكويت، وبالتالي تتفاعل معها أجهزة التواصل الاجتماعي. قضية ضبط الإشاعة كيف نضبطها دكتور؟ كلما كان المجتمع واعي، كلما كانت السلطة متفاعلة ومواكبة للأحداث، كلما انتهت الإشاعة لدينا وماتت. هذا أمر يجب أن يعرفه الجميع. دكتور، الإشاعة المجتمع الواعي لا يكون إلا بمؤسسات المجتمع المدني أن تكون فاعلة. مؤسسات المجتمع المدني في الكويت فاعلة؟ لذلك إحنا هني يجب أن نشحذ الهمم، همم الجميع، ما ننتظر كل واحد يؤدي دور منفرد. قصدك المبادرات الفردية؟ المبادرات الفردية لا تكفي، وأنا يعني لي محاولات في هذا المجال، لكن إحنا جزء من كل. المبادرات الفردية لن تفي بالغرض، المطلوب هو تضافر الجهود، سواء على مستوى الأفراد، على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، على مستوى المؤسسات الرسمية، الكل في خطى يعني متوازية وفي خطوط متوازية وتعمل مع بعضها البعض. لا ننتظر الأجهزة الرسمية فقط وأنا هنا لا أدافع عنها، ولا ننتظر مؤسسات المجتمع المدني فقط وأنا هنا لا أدافع عنها أيضا، ولا ننتظر الفرد فقط، لا، احنا كلنا لازم نتفاعل. منظومة لن ننجح إلا بالعمل الجماعي، لن ننجح إلا بالعمل دكتور الجماعي. دكتور، هل هناك أدوار غائبة؟ دائما لما نتكلم عن المسؤولية وحرية التعبير وأيضا قضية تفعيل الثقافة والمسؤولية الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل عام، يقال الأسرة والمدرسة وأيضا المجتمع، هل أدوار أخرى غائبة عن هذا المثلث دكتور نقدر نضيفها؟ كلما نمت الإشاعة وازدهرت، كلما أعطتنا مؤشر أن هناك أدوار غائبة. هذا أمر يجب أن نعترف فيه ونعترف فيه الجميع. أنا ما أتكلم عن الإشاعة دكتور، أتكلم عن الأدوار الحقيقية الاجتماعية المضافة لهذا المثلث، أسرة، المجتمع. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. نعم، هذه الأدوار تتضافر لمواجهة حدث، لمواجهة مشكلة. هذه المشكلة إذا استطعنا أن ننهيها ونتخلص منها، معناها أن هذه الأدوار نجحت وأن هذه الأدوار أدت المطلوب منها وتمت وظائفها على أكمل وجه. إذا هذه المشكلة ما زالت قائمة وما زالت تهددنا، معنى ذلك أن هذه الأدوار ما زالت بطيئة، ضعيفة. أنت كيف تقيم دكتور التجربة الإعلامية لمسألة التواصل الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالحادث الأخير؟ والله أنا صراحة إلى أي مدى نجح المجتمع؟ أولا أنا أقف يعني احتراما وتقديرا أولا لحضرة صاحب السمو اللي هو حفظه الله ورعاه، اللي أعطانا درس في هذا الحدث، يعني أخذنا منه درس في هذا الحدث، يجب الجميع أن يتمثل هذا الدرس أمامه وكيفية التفاعل مع الحدث. هذا أمر شهده القاصي والداني ولا يحتاج شهادتنا، ورأينا كيف استطاع سموه في مواجهة هذا الحدث وكيف تفاعل معه وكيف حل هذه المشكلة وكيف وجه رسالة لنا. لكن أيضا يجب أن نقف أيضا باحترام وتقدير وإجلال للشعب الكويتي بكل مكوناته. نعم. وإحنا أنا ما زلت أقول إحنا طيف واحد، لكن أقصد الأعمار، اختلاف الأعمار واختلاف الوظائف واختلاف التفكير، أيضا كانوا على مستوى الحدث، وهذه شهادة مجروحة فيهم وأنا جزء منهم، كانوا على مستوى الحدث واستطعنا ونجحنا في ذلك.
الأجهزة الرسمية بذلت جهد لا نستطيع أن ننكره، وكما قلت لك أستاذ مطر أنه لست الدفاع عنها، هي قادرة على الدفاع عن نفسها، قادرة على بيان مواقف، لكن احنا نتكلم بتجرد ودائما عين الناقد بصيرة كما يقولون. وإحنا في الأزمات دائما يجب أن نبحث عن نقاط الضعف حتى نعالجها، مكمن الخلل حتى نعالجه ونتلافاه في المستقبل إن شاء الله. لذلك أمانة الأزمة اللي مرت فينا إحنا نجحنا في تجاوزها، لكن السؤال اللي يطرح نفسه الآن، الدرس المستفاد، هل إحنا استفدنا من هذا الدرس؟ هل الآن في قاعدة بيانات موجودة في كل الأجهزة الرسمية اللي تعاملت مع هذا الحدث؟ هل إحنا استثمرنا هذا الحدث استثمار إيجابي؟ هل العام الدراسي المقبل إن شاء الله في منتصف التسعة القادم إن شاء الله، هل راح نبدأ في حملات توعية وبيان لهذا الموقف اللي سطره المجتمع الكويتي بدءا من حضرة صاحب السمو في قمة الهرم إلى قاعدة الهرم، حتى صغار السن الكل تفاعل، الكل حتى الإشاعات، وأنا يعني جزء من المجتمع، حتى الإشاعات اللي صدرت والأصوات النشاز اللي سمعناها هنا وهناك تأتي من الخارج وليست من مجتمعنا، كلنا تضافرنا في مواجهتها ونجحنا في أن نقتل الإشاعة وأن تنتهي الإشاعة في أجهزتنا اللي أجهزة التواصل الاجتماعي التي نحملها. فعلا واجهنا هذه الأزمة وحليناها ولله الحمد وتجاوزناها بنجاح وبشهادة الجميع، مش بشهادتنا إحنا، شهادات من خارج الكويت. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، لا سمح الله إذا تكررت هذه الأحداث، وإحنا في مجتمع في يعني وسط إقليمي ملتهب، لا أحد ينكر هذا الأمر، والمنطقة كلها تمر بأحداث، وإحنا ولله الحمد واحة آمنة، ويجب أن نحافظ على هذا الوضع اللي إحنا موجودين فيه، وهذا لا يتم ولا يكون إلا بتضافر الجهود المثلث اللي تكلمنا عنه، البيت والأسرة على مستوى الأسرة، الأجهزة الرسمية، مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع أيضا، وأيضا دور المثقفين دكتور، وأيضا النخب الفكرية والثقافية، وأيضا النخب الإسلامية عليها دور كبير. إحنا الآن كما قلت الدكتور، إحنا أمام منطقة تموج في التغيرات، نعم، سوريا، العراق، اليمن، منطقة ملتهبة، وما حدث في السعودية كان خير دليل، ما يحدث أيضا في البحرين من تفجيرات إرهابية ومن ذلك. لذلك الكويت بعد التفجير أعلنت شعار يعني حرب مفتوحة على الإرهاب. وزير الداخلية قال كلام أخطر من ذلك، قال إن سنذهب إليهم قبل أن يصلوا إلى مثلا إلى مبتغاهم وإلى أهدافهم. ما هو المطلوب دكتور الآن؟ العين الساهرة وزارة الداخلية، نحن العين الإعلامية الساهرة كما هي العين الإعلامية الأمنية الساهرة، الآن المسؤولية الجسيمة على وزارة الداخلية، ما هي الاستراتيجية دكتور، وأنت أيضا ضابط سابق ونستفيد أيضا من خبرتك، ما هي الاستراتيجية الأمنية التي تعتقد من خلالها نتفادى كثير من الأمور؟ والله أنا شهادتي مجروحة في الجهاز الأمني. الجهاز الأمني فيه كوادر تبذل جهود جبارة، وهم طبعا قادرين على بيان استراتيجياتهم وأجهزتهم وخططهم الموجودة لديهم، وأنا يعني لا أشك أبدا يعني ولا أجامل في هذه النقطة، أنهم على قدر الحدث وفي جهود جبارة قاعد تبذل وقاعد نرصدها إحنا كمواطنين عاديين في الشارع، أيضا من خلال تعاون الأجهزة الأمنية السعودية الكويتية في رصد ومتابعة وأيضا إلقاء القبض على بعض الأشخاص اللي هم علاقة بالتفجير. إحنا كان مستوى التبادل المعلوماتي أيضا والأمني عالي جدا. إحنا عمقنا الاستراتيجي في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا أمر معروف ومن خلفه الوطن العربي بشكل عام، لكن إحنا في عمقنا الخليجي ولله الحمد أيضا التعاون كما لاحظنا وكما قرأنا وكما رصدناه جميعا كان على قدر الحدث والمسؤولية، وساهم ولله الحمد في فك الغاز هذه القضية، والجميع الآن تحت مظلة القانون وسيطبق القانون كما نعلم جميعا. لكن دائما أنا أركز على أمرين مهمين، الاستفادة من الدروس هذا أولا، ثانيا خلونا نفعل المبادرات الفردية. أمانة حضرتك تكلمت الآن عن المثقفين والنخب في المجتمع بكل أطيافها، الدينية، الإعلامية، القانونية، الاقتصادية، الدواوين نعم، مؤثرين في المجتمع، نعم، الوسط الصحفي، كل هذه الأجهزة، كل هذه الأشخاص أيضا، كلها خلونا نبادر، خلونا نبدأ مبادرات فردية، لا ننتظر الأجهزة الرسمية تستدعينا، لا ننتظر الأجهزة الرسمية تطلب منا عمل. ليش؟
لأن إحنا والأجهزة الرسمية كلنا في سفينة واحدة وفي مركب واحد، وكلنا علينا أمانة يجب أن نؤديها. يبدأ الإنسان من نفسه، يبدأ في أسرته الصغيرة، يبدأ في علاقاته العادية، في محيطه. بس بعض المبادرات تحتاج إلى مشاريع وتحتاج إلى دعم. هناك أيضا وزارة الدولة لشؤون الشباب، كيف أنت الدكتور راصد تعاونها مع المجتمع؟ والله شوف أستاذ مطر، أنا أمانة وأنا والله لا أجامل، يعني أنا أرى أن الدولة لديها خطط، الدولة يعني قاعدة تبذل جهد الشباب، لأن 70% من المجتمع شباب. شباب لابد أن نستثمر هذه الطاقات، لابد أن نستثمرها. الخطط موجودة كما نراها ونرصدها، لكن إحنا أيضا نبي مزيد من من التفاعل، ونبي استقطاب للنخب اللي موجودة، واكتشاف الإمكانيات والكفاءات اللي موجودة. يعني بس الشيء بالشيء أذكر، يعني أنا من محيط عملي السابق كان معي كوكبة من الشباب الكويتيين في المجالات المختلفة، سواء في المجال القانوني أو في المجال الأكاديمي، على قدر عالي من المسؤولية وعلى قدر عالي من الاحتراف والمهنية. هؤلاء جنود مجهولين يقدمون عملهم ولا ينتظرون ترى من أحد أي لكن هم ثناء ومدح. نعم، هم يؤدون عملهم بكل 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 مهنية وحرفية، لكن احنا دورنا ودوركم في الأجهزة الإعلامية ودور الأجهزة الرسمية انها تبحث عن هذه العينات اللي لديها قدرات وإمكانيات، وتوظفها في خدمة هذا المجتمع اللي كلنا علينا مسؤولية في حمل رسالة المحافظة عليه وحفظه. من ناحية أمنية أيضا دكتور، ما هي تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية أيضا استخدامها بما يشكل خطر على الأمن؟ احنا دائما نتكلم في عالم القانون عن الجرائم المستحدثة، يتكلمون عن الجرائم المستحدثة وكأنها جرائم لأول مرة تقع. هو فعلا في جرائم مستحدثة، جرائم سمعنا عنها لأول مرة، مثل جرائم الإرهاب، مثل جرائم غسل الأموال. هذه الجرائم سمعنا عنها يعني قريبا في العقد الماضي تقريبا، لكن أيضا الشيء الجديد هو وقوع الجرائم التقليدية بوسائل غير تقليدية. يعني جرائم السرقة نسمع عنها منذ فجر التاريخ، لكن الآن بدأت استخدام وسائل حديثة من خلال هذه التقنيات تستخدم لارتكاب جرائم السرقة، جرائم التهريب، جرائم تحويل الأموال من مكان إلى مكان، جريمة تسريب الوثائق الرسمية، جريمة الصورة. دكتور الصورة الشخصية لها تأثير كبير. أنا دائما أتكلم ولي بحث علمي في هذا المجال، في مجال الحق في الصورة، والقانون الكويتي واكب هذا الأمر، يعني واكب هذا الأمر، لكن أيضا إحنا هذا مجال واكبناه، لكن هناك مجالات أخرى مطلوب منا نواكبه. والشيء بالشيء يذكر، يعني أمس يوم 12/7 صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهناك مهلة 6 أشهر لتطبيق اعتبارا إن شاء الله من 13/1/2016. شو تأثير هذا القانون على حياة الأفراد لما يطبق الآن؟ لا شك أن سيحد من مشاكل كثيرة. أستاذ مطر، الجريمة سلوك، الجريمة سلوك، استخدام التواصل وسائل التواصل الاجتماعي سلوك. هذا السلوك إذا انحرف أو خرج عن إطاره المنضبط والقانوني، لابد من أن يتدخل المجتمع بما له من سلطات ويقوم هذا السلوك. أداة التقويم هي التشريع، نشرع قوانين تضبط السلوك الاجتماعي. لذلك توصف القواعد القانونية، يوصف القانون بأنه إحدى وسائل الضبط الاجتماعي، لأن لها دور كبير في ضبط سلوك المجتمع، نقصد السلوك المنحرف. لكن أيضا القانون يساهم أيضا في تنمية السلوك الحسن. إذا كان في سلوك حسن يمارسه مجتمعنا، ممكن القانون يتدخل لتنمية هذا السلوك، مثل سلوك المبادرات، سلوك حسن المبادرات الفردية. حبذا لو يتدخل المجتمع بما لديه من سلطات، نقصد لما نتكلم عن المجتمع نقصد السلطات الرسمية في الدولة، لدعم هذه المبادرات في 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 تشريع وهكذا. جميل دكتور. أنا قبل لا أختم دكتور، عشنا مرحلة كثيرة من بداية التواصل الاجتماعي إلى الآن، كيف تقيم الحالة القانونية بغض النظر عن القوانين التي ظهرت الآن، قانون المرئي والمسموع، وقانون أيضا المطبوعات والنشر، القانون الذي صدر اليوم، هل بالفعل المجتمع لديه منعة
بغض النظر عن هذه القوانين، إذا افترضنا بأن هناك تشكيل من الأسرة، من دور العبادة، من الناحية الذاتية للناس؟ شوف أستاذي الفاضل، يجب أن يعلم الجميع أن المشرع عندما يتدخل في إصدار تشريعات، سواء هذه التشريعات كانت بناء على اقتراح من أعضاء مجلس الأمة أو كانت على اقتراح من الحكومة، إنما يهدف لضبط سلوك معين في المجتمع. هذا الضبط دائما الغاية منه تنظيم الحقوق. إذا كان الحق المراد تنظيمه أو المراد ضبط السلوك اللي يمارس فيه، الغاية منه هي التنظيم فقط، يعني ننظم هذا الحق ولا نسلب الناس هذا الحق، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هذا حق أصيل للناس مكفول في الدستور، مكفول حق التعبير، حق إبداء الرأي، حق الحصول على المعلومة. أنا حتى أبدي رأيي في مسألة ما يجب أن يكون لدي معلومة، هذه المعلومة من وين راح أحصل عليها؟ وحرية الاعتقاد أيضا، إن لم تكن لدي قنوات معينة للحصول على هذه المعلومة. لكن هذه الحقوق قابلة للتنظيم، إحنا لا نتكلم عن استئصالها لا سمح الله، ونرفض أبدا، الجميع يرفض المساس بهذه الحقوق، الحق هذا دائما موجود ولا وهو حق مكفول، لكن يجب أن لا يعني نتملل ويعني نستاء إذا تدخل المشرع في تنظيم حق معين، خاصة أن هذه التشريعات خاضعة لرقابة القضاء. كل من طبق عليه هذا التشريع ويرى أن هناك ثغرة معينة في هذا التشريع، عيب في هذا التشريع، من حقه أن يلجأ للجهات القضائية المختصة طاعنا في هذا أو طاعنا في تلك اللائحة أو طاعنا في ذلك القانون. والمحكمة الدستورية تلقت كثير من الطعون وفصلت فيها دكتور. القضاء موجود ولله الحمد، وهو حارس الحريات ويتلقى كل هذه الطعون ويفصل فيها. كل شكر دكتور فهيد الدحان، احنا حاولنا قدر المستطاع عزيزي المشاهد أن نسلط الضوء على أهمية ويعني فاعلية التواصل الاجتماعي وهذه المواقع في حياة الأفراد، خصوصا المجتمع الكويتي، وحاولنا قدر المستطاع في حلقة اليوم مع دكتور فهيد أن نعزز بعض القيم القانونية والوطنية وطرق المعالجة الناجحة والناجعة، وأيضا المسؤولية الاجتماعية اللي يفترض من الأفراد ومن المجتمع ومن الأسرة ومن وسائل الإعلام نفسها على الأفراد أن توعيهم في حلقة اليوم. نتمنى لكم الخير دائما، نلتقيكم إن شاء الله في الغد وبرنامجنا اليومي من أجل الكويت وضيف آخر على البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لكم.